سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من المشهد المغاربي، ياتيكم من قناه المغاربيه في لندن. تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب الى ساحه لاستقطاب اصوات الناخبين والتسويق لبرامجهم، فجميع الاحزاب السياسيه المغربيه اولت اهتماما كبيرا بهذا النوع من التواصل، وقد تسلح كل حزب بفريق تقني من أجل إقناع الناخبين بما يطرحه من برامج. حزب العدالة والتنمية بدأ منذ أسابيع التسويق لحصيلته الحكومية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتدشين حملة رقم وإنجاز، وذلك للتركيز على الجانب الإيجابي لحكومة عبد الإله بن كيران. أما أحزاب المعارضة فقد ظهر حزب الأصالة والمعاصرة بشكل لافت بفضل قناته الخاصة بام تي في وصفحته التي ركزت على جميع الأنشطة التي يقوم بها أعضاء الحزب. أما حزب الاتحاد الاشتراكي فقد بدا قويا في الفضاء الإلكتروني، حيث دشن هاشتاغ 55 كفى و 555 تدبير، أو الشعار الرسمي للحملة، ملخصا رؤية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للتحديات السياسية القادمة. أما حزب الاستقلال بدوره فقد قام بمجهود إلكتروني ملحوظ في تنشيط صفحته على الفيسبوك بإطلاق هاشتاغ تعاقد من أجل الكرامة، كما دشن إذاعة إلكترونية تحت اسم راديو الاستقلال، بالإضافة إلى اعتماده على بعض التقنيات الأخرى كقيام مرشحيه بالتواصل عبر البث المباشر لفيسبوك من أجل الرد على أسئلة المواطنين. مستوى جديد إذن وطرق مبتكرة تظهر بها الحملة الانتخابية في المغرب، فما هو تأثيرها على الواقع وكيف تفاعل معها جمهور الشباب على الخصوص؟ سيكون للرد على هذه الأسئلة وتسجيل الملاحظات حول هذه الحملة الإلكترونية التابعة للحملة الانتخابية سيكون معنا أساتذة، وبعد الساعة السادسة سنفتح الخطوط من الآن للتواصل معكم. أهلا بكم مجددا، معي من الرباط الباحث أو من مراكش الباحث في العلوم السياسية دكتور جواد الرباع. دكتور جواد مرحبا بك، ما هو تعليقك على هذه الطرق المبتكرة الجديدة والتي يبدو أنها مؤثرة كذلك، التي غزت الحملة الانتخابية، نقصد بذلك الحملة الإلكترونية المصاحبة للحملة الميدانية للانتخابات في المغرب؟ بداية أشكركم على الاستضافة، شكرا. فعلا حقيقة بالنسبة لهذا الموضوع المتعلق بالحملة الانتخابية وتوظيف يعني وسائل التواصل الاجتماعي، فبعد يعني التحولات التي عرفها يعني المجتمعات العربية أصبح للإعلام الجديد طبعا يعني دور أساسي، وبالتالي يمكن أن نقول أنه تم إعادة تعريف وتحديد للمجال العام، حيث لم يصبح ينحصر فقط في المجالات التقليدية يعني المقاهي والنوادي والجمعيات، وإنما أصبحت يعني وسائل التواصل الاجتماعي لها دور مهم في التأطير وفي التعبئة، وكذلك وسائل تواصلية ووسائل إخبارية، وكذلك وسائل لإنتاج الإشاعات والحملات المضادة، ثم كذلك لتتبع يعني الخرقات، وكذلك يعني السقطات التي يمكن أن يقع فيها الخصم. وكذلك يعني ما نلاحظه هو أن وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة كذلك للتيارات التي كذلك تعتبر على أن المشكل لا يتعلق بالعملية الانتخابية وإنما هو خارج العملية الانتخابية. على العموم يعني ما يتضح من خصوصا أمام كما أشرت هذه التحولات أن أصبح هناك استخدام تقنيات وسائل جديدة، فيديوهات، برامج البروفايل، البث المباشر، التجمعات العمومية، يعني صحيح يعني رجعت على مستوى يعني على مستوى الحملات، لكن انطلقنا من حائط إن صح التعبير على مستوى الشوارع إلى الحائط الفيسبوكي. أصبح يعني الحملات الانتخابية
يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لها دور أساسي من خلال عرض البرنامج طبعا بتقنيات ووسائل تقنية جديدة. لكن الملاحظ الأستاذ العزيز هو أنه هناك يعني كما أشرت هناك معوقات تجعل على أن الحمل العملية الانتخابية عموما والحملة باردة إلى حدود اللحظة، نظرا لأنه هناك مجموعة من المعوقات التي تجعل أن العملية الانتخابية تعاني من مجموعة من الأعطاب خارج يعني الحملة وخارج العملية الانتخابية، منها سؤال البرامج ربما هناك تشابه كبير بالنسبة لهذه البرامج. المسألة الثانية هو سؤال الرهانات الحقيقية والرهانات الاستراتيجية، نجد أحيانا غياب رهانات استراتيجية بالنسبة داخل هذه البرامج التي أحيانا تتطابق أو أقول أنها تتشابه. مسألة أخرى كذلك لغة الخطاب السياسي حتى كذلك إذا نتنا إلى المستوى يعني تتبع وسائل التواصل الاجتماعي لغة الخطاب السياسي دكتور جواد السياسية. دكتور جواد نعم. نعم طبعا اعذرني على الصوت يعني وغير واضح ربما يكون بالنسبة إليك. خلينا في وسائل التواصل الجديدة هذه، هل لها أثر؟ ما هو الأثر على الأرض على الواقع يعني؟ صحيح الأستاذ، الحملات يعني التواصل الاجتماعي على مستوى التواصل الاجتماعي لها يعني أثر خصوصا بالنسبة في اختيارات يعني الناس، ولكن كما أشرت بالنسبة يعني المستعملي يعني التواصل الاجتماعي نجد على أنه نسبة كبيرة تستعمل ما يزيد خصوصا الإحصائيات الأخيرة عن 5 ساعات بالنسبة للأسر المغربية في استعمال هذه وسائل التواصل الاجتماعي واستعمال هذه التقنيات الجديدة التي هي مباشرة وسريعة جدا، وبالتالي تفادي إن صح التعبير الآليات التقليدية، وبالتالي يعني الآليات التي كانت تقليدية وخصوصا وسائل يعني التواصل التقليدية أصبحت متجاوزة نظرا لأنه الثورة التكنولوجية غيرت واحد مجموعة من يعني التصورات وكذلك من الآليات، وبالتالي الأحزاب حاولت طبعا دعم يعني تخصيص ميزانية ضخمة يعني ضخمه بالنسبه للوسائل التواصل الاجتماعي عبر الصفحات يعني الاجتماعيه. نعم. بالتالي توظيف كذلك كما اشرت يعني يعني النقل المباشر بالنسبه للتجمعات العموميه. وبالتالي فجميع الاحزاب احيانا توظف هذه يعني وسائل التواصل الاجتماعي على اعتبار على انها لها مردوديه ودور محوري في تحديد اختيارات الناخب وخصوصا بالنسبه للكتله الناخبه اللي هي الشباب. لكن كما اشرت على ان ما يلاحظ على ان هذه الحمله الانتخابيه كما اشرت تشوبها مجموعه من الاعطال البنيويه التي تجعل على انها حمله كما اشرت يعني لحدود اللحظه يعني غير ذات جاذبيه ويعني وغير يعني تنافسيه وبدون رهانات حقيقيه. شكرا الدكتور جواد الرباع، خليك معي ساعود اليك. ورحب الان بالأستاذ صلاح الوديع رئيس حركة ضمير وهي حركة ناشطة في المجتمع المدني معي من الرباط. أستاذ صلاح الوديع مرحبا بك. إذا طريقة جديدة أو طرق جديدة مبتكرة تدخل عالم الحملة الانتخابية وهو الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي، بتقديرك أستاذ صلاح هل هناك تجاوب من المغاربة مع هذه الحملات؟ هل هناك أثر لهذه الحملات؟ أعتقد مساء الخير، أعتقد بأن هناك عناصر جدة في هذا المجال كما أن هناك عناصر تحيد إلى القديم. العناصر التي هي تنتمي إلى إذا شئنا أن نقول المرحلة الجديدة وهي استعمال الشبكات الاجتماعية من أجل ترويج خطابات وترويج فيديوهات، البعض فيها يعني يتم تبنيه من طرف أصحابه والبعض فيها لا يتم تبنيه ولا يعرف من هم أصحابه، ولكن في جميع الحالات نفهم بأنه هذه الأدوات التواصلية تذهب في هذا الاتجاه أو ذاك، وفي بعض الحالات قد يتم المساس ب يعني اما كرامه او سمعه البعض. فاذا ربما هذه الوسائل المستعمله في الحمله الانتخابيه الان هي وسائل تحمل سمات شبكه التواصل الاجتماعي التي فيها الطالح وفيها الصالح وفيها الهادف وفيها غير الهادف الى اخره. اذا نحن نواجه حملة
انتخابية في ظروف انتشار أداة جديدة للتواصل لم تصل بعد ربما يمكن أن يقول يعني نضجها الكامل. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وهي أنه حقيقة خلال الأسبوع الأول من الحملة يلاحظ بأنه فيها نوع من البعود إذا شئنا القول، علما بأنه في المغرب العادة اقتضت بأن تكون الأسبوع يكون الأسبوع الثاني هو الأسبوع المثقل بالمفاجآت وبالمبادرات وفي بعض الحالات التشنجات والتصريحات التي ربما تكون ملفتة لانتباه الناخبين. هذا عنصر ثالث. هناك عنصر ثالث في هذه الحملة وهو البحث، لأنه لنعد إلى ما سمي بالربيع العربي والتظاهرات التي شهدها المغرب والتي أفضت إلى تطورات نلمسها اليوم من ضمنها طبعا مراجعات الدستور إلى آخره. نحن نشهد الآن أعتقد بروز مفهوم المواطنة، بحيث هذا المفهوم المرتبط في النظام الديمقراطي بموضوعة الواجب وموضوعة الحق يعني الآن تتمخض في المجتمع المغربي. نعم. يعني التأكيد بأنه في هذه المحطة وهذه الوسائل هي تتأثر وتؤثر في المسار. طيب خليك معي دكتور أستاذ صلاح. دكتور جواد الرباع، إذا الحملة هذه الجديدة أو الطريقة الجديدة يبدو أنه الأصل فيها الشباب، ماذا عن دور الشباب في هذه الحملة؟ وهل تسجلون تجاوبا مع الحملة الإلكترونية؟ البعض سماها حتى حرب إلكترونية يعني. صحيح الأستاذ العزيز بأنه يعني الذي يستعمل يعني خصوصا الفئة الكبرى التي تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي أعلم جيدا وهم الشباب، يعني الفئة الكبيرة التي تستعمل هذه وسائل التواصل الاجتماعي. أكيد كما أشرت بأنه من أهم الملاحظات على مستوى يعني هذه الحملة وهو كما أشرت لغة الخطاب السياسي. للأسف يعني ما يقع على مستوى الشارع وما يقع على مستوى المشهد العام وما يقع على مستوى المجال العام نجده على مستوى يعني وسائل التواصل الاجتماعي، التي لا يمكن ان نقول على ان الحمله الانتخابيه بدات من يعني من يعني الحمله الانتخابيه بدات منذ مده، وبالتالي فوسائل التواصل الاجتماعي وظفها الشباب سواء بالنسبه يعني للاحزاب السياسيه او بالنسبه كذلك كما اشرت شباب يعني طبعا يعني يعرف على ان العمليه الانتخابيه لها مجموعه من المعوقات وبالتالي كذلك يوظف العمليه الانتخابيه. اذا فالعمل يعني وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا الفيسبوك يعني يعتبر لحد الان من الوسائل التي توظفها الاحزاب السياسيه وتوظفها كذلك باقي الفاعلين السياسيين ل اولا بالنسبه للاحزاب للاقناع بالبرامج ديالها، وكذلك بالنسبه لباقي الفاعلين السياسيين من خلال اولا على اعتبار على انه يعني كما اشرت يعني مده الساعات التي يقضيها الشباب مده كبيره جدا، ثم للاسف الشديد على اشرت كما اشرت على ان هناك يعني وجود تجاذبات يعني سياسيه وخطاب سياسي احيانا متدني، ثم كذلك يعني صراعات سياسيه تضيف ما اشرت انتاج يعني الاشاعه يعني توظيف هذه المسألة من المسائل كذلك التي يتم يعني توظيف الإشاعة وكذلك الحملات المضادة. للأسف الشديد وهذا ما يلاحظ على أن حتى وسائل التواصل الاجتماعي لا نجد الخطاب على مستوى البرامج وعلى مستوى الرؤى وعلى مستوى يعني القضايا الاجتماعية، وهذا ما يلاحظ على أنه حتى وسائل التواصل الاجتماعي عكست المعضلة الكبرى هو أنه جميع يعني جل يعني الخطاب على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي يبقى خطاب شخصاني لا يتجه إلى البرامج لا يتجه إلى القضايا الاستراتيجية قضية التعليم. طيب لماذا دكتور جواد لماذا خطاب شخصاني؟ هل أنه فعلا المغربي يصوت على الأشخاص أكثر منه على البرامج؟ يمكن أن أقول لك الأستاذ على أنه لحدود اللحظة بأن بالنسبة للناخب المغربي لا يصوت على البرنامج، وبالتالي لا زال البعد التقليداني والبعد الشخصاني بالنسبة في التصويت، بمعنى التصويت على الشخص يعتبر محدد رئيسي، لم نصل إلى ما يسمى بالتصويت السياسي أو التصويت على البرامج.
لماذا؟ لأن البرامج كما أشرت يعني فيها معوق، يعني فيها مجموعة من الأعطاب، يعني تشابه هذه البرامج، استنساخ هذه البرامج، يعني برامج تعتمد على أرقام ومعطيات أحيانا بعيدة، يعني كل البعد عن المعطيات يعني الواقعية، وبالتالي أحيانا نجد برامج تتشابه 32 حزب مع 32 خطاب سياسي مع 32 برنامج، ولكن من حيث لغة هذا الخطاب ولغة هذه البرامج تعتمد على الأرقام وعلى المؤشرات التي هي بعيدة كل البعد أحيانا عن الواقع والطلبات الاجتماعية. طيب. بعبارة أخرى، على أن يعني البرامج لا تستجيب للحاجيات والطلبات السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية للشباب. طيب دكتور جواد، خليك معي، سأعود إليك لو سمحت. صلاح الوديع، هل تتفق مع الدكتور جواد في تشخيصه أن هناك خطاب شخصاني لا يظهر فقط في الحملات العادية على الميدان، بل حتى في وسائل التواصل الاجتماعي؟ أولا هناك جانب يعني أتفق مع الأستاذ في تحليله، لكن أريد أن أشارك بعناصر أخرى في هذا النقاش. أولا بحسب تتبعي للصراعات السياسية في بلدان أخرى، ألاحظ بأنه إلى جانب النقاش حول البرامج هناك شخصنة الصراع، يعني بمنظور يعني في الدول حولنا، سوف نرى ذلك حتى في الدول المشهود لها بتجربة ديمقراطية يعني طويلة في الزمن. هذا من جهة، لكن هناك طبعا وجود للبرامج، وهناك وجود أقطاب سياسية متمايزة يستطيع فيها الناخب حتى قبل موعد الانتخابات أن ينتبه إلى أن الحزب الفلاني يعبر أكثر من الآخرين على ميولاته وعلى توجهه. هذا من جهة. من جهة أخرى، حقيقة هناك أعطاب في النسق الحزبي المغربي وباعتراف أصحابه، وقد كنا نتمنى أن يكون هناك نقاش حول البرامج، ولم نكتفي بذلك نحن في حلقة ضمير، بل قمنا بدعوة عدد لا بأس به من الأحزاب، واستجاب خمسة أحزاب لدعوتنا من أجل مناقشة رصينة وغير مشخصنة للبرامج، وقد كانت نتائجها مهمة، وتم تتبع أطوارها على شبكة التواصل الاجتماعي، وسوف نبثها قريبا على موقعنا في حركة ضمير. لماذا نقول ذلك؟ لأننا نعتبر بأن من المجتمع المدني، لجمعية المجتمع المدني الجادة، مسؤولية كبيرة في الإعلاء من مستوى النقاش حول البرامج، وبالتالي من مستوى كذلك أداء المؤسسات تجاه الناخبين. فإذا المسألة سيد صلاح، فقط عفوا أكمل هذه الفكرة، ليست مجرد تباري مشروع حول السبق، ولكن هو كذلك مسألة بناء مؤسسات في نهاية المطاف، لأنه ما يبقى يمكن أن تمر الأحزاب، لكن المؤسسات يعني هي المعنية بالبناء وبالترسيخ وب يعني التقوية. شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح الوديع، رئيس حركة ضمير، كنت معي من الرباط، وينضم إلي من الرباط كذلك القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ونائب رئيس مجلس النواب المغربي الأستاذ عبد اللطيف وهبي. سيد عبد اللطيف، مرحبا بك. أي تعبير لهذه الحرب الإلكترونية أو الحملة الإلكترونية المصاحبة للحملة على الأرض؟ يبدو أن هناك آلاف المتابعين ومئات المواقع على اختلاف أنواعها تسند كل حزب في حملته. لا، أولا مساء الخير. تبين أنه الذي ليست حربا إلكترونية، لأنه ليست جيوشا تتقاتل فيما بينها بواسطة الكمبيوتر، فكل مواطن يريد أن يعبر عن نفسه بواسطة التواصل الاجتماعي، وهذه التعبيرات تختلف في عدتها، في طبيعتها، في قناعتها، لاختلاف المصادر، وبناء عليه كل من يدافع عن الحزب الذي يعتقد أو الفكرة التي يؤمن بها، فيبدو في بعض الأحيان نوع من الحرب، ولكن أعتقد أن ضحيتها جميع من يشارك في الانتخابات، لأنه في مضمونها هناك من يساند أحزاب، في مضمونها هناك من يشتم الأحزاب، وهذا هي وسيلة من سيد عبد اللطيف، سيد عبد اللطيف، في بعض الأحيان كلمة حرب لها معنى إيجابي، ليس دائما معنى سلبي يعني.
لا أنا لا أقول، لا حتى أنا لا أعتبر بأن هناك حرب، ولكن هناك بين معقفتين، بأن يعني حرب بين معقفتين بين قوسين يعني. لا لا أعتقد بأنه ليست مرغمة باستهداف أي نعم طبعا جهة معينة من طرف جهة معينة. لا لا، هو لما تقولي الاستهداف، استهداف موجود يا أستاذ عبد اللطيف، كل حزب يستهدف، كل حزب يستهدف الطرف الآخر يعني، هذا موجود في الأرض وفي الإلكترونية. إذا الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ليس بالضروري أن يكون عندهم انتماء وتوجيهات تنظيمية، أي شخص يعبر عن وجهة نظر دفاعا عن قناعاته دفاعا عن الحزب، وهذا طبيعي جدا. نعم. إذا كانت هناك قوة خفية فلن تساوي شيئا. نعم. أما مرغبة الجميع في التعبير عن رأيه وموقفه. نعم. هذه هي ما يسمى بخطورة الديمقراطية السائلة، أن كل واحد يمكن أن يكون طرفا في النقاش ويكون هناك نقاش جماعي. أنا دائما أعتقد بأن وسائل التواصل الاجتماعي نقلت النقاش من المقاهي إلى الكمبيوتر وإلى التليفون. صحيح. وبناء عليه هذا النقل توسع أكثر وشارك فيه عدد أكثر، ولكن رغم وجود بعض الفيانق التي تنمي بعض الأحزاب فإنها لا تساوي شيئا أمام تلك القوى الأخرى المتواجدة والتي تتصرف بتلقائية. طيب، حتى الأصالة والمعاصرة معروف أنه نزل بثقل وبشكل لافت حتى في الانتخابات عن طريق القناة الإلكترونية بام تي في، عن طريق مواقع كثيرة كذلك. هل هناك استجابة أو ما مدى استجابة خاصة الشباب للحملة الانتخابية ولمتابعتكم عن طريق هذه الوسائط الجديدة، وسائل التواصل الاجتماعي؟ أنا أعتقد أن النقاش الذي يوجد فيه من خلال وسائل الاتصال فتحت مجال الشباب للتعبير عن رأيه، للتنفيس عن الضغوطات التي يعانيها فكريا وسياسيا، فتحت المجال للمناقشة والحوار. العالم العربي كان يعيش أزمة حوار منذ قرون، الآن أصبحت إمكانية الحوار، أصبحت إمكانية التعبير عن الرأي، لم تعد هناك حدود في بعض الانزلاقات، وهذا طبيعي جدا. إذا أردت الديمقراطية وحرية التعبير فطبيعي جدا أن تكون هناك انزلاقات. الأصالة والمعاصرة فعلا دخلت هذا المشوار من خلال وسائل الاتصال على مستوى الجهاز الرسمي للحزب، ولكن كذلك المناضلين وأعضاء الحزب حتى هم أعطوا لنفسهم فرصة يعبرون عن دفاع الحزب، ينتقدون الحكومة، ينتقدون الأحزاب الأخرى، وجل أو إذا لم أقل كل أعضاء حزب الأصالة تصرفوا تلقائيا. أما على مستوى الرسمي فالخطاب الرسمي للحزب يتم عن طريق الأجهزة الإلكترونية أو العناوين الإلكترونية التي التي حددها الحزب وأعلن عليها رسميا ويتحمل مسؤوليتها. أما بالنسبة للآخر فلا يمكن لحزب الأصل أن يمنع مناضليه من يشارك في النقاش وأن يعبر عن وجهة نظر وينتقد الحكومة ويدافع عن رفض الانتخابات، ولكن أعتقد بأن هذا النقاش جدي، لأن هذه وسائل الاتصال منحت للشباب الاهتمام بالمجال السياسي وبالمجال الانتخابات. وهذه مسألة إيجابية، والانزلاقات سنتحملها من أجل هدف أفضل وهي مساهمة الجميع في المجال السياسي. طيب، لكن أستاذ عبد اللطيف، لماذا أنتم في الأصالة والمعاصرة كأحزاب أخرى كذلك يعني تركزون على الشخصية وعلى الكاريزما ربما نتاع الشخصيات أكثر من الحديث عن البرامج وعما تعدون به المغاربة؟ لماذا تركزون على اتهام الطرف الحكومي وتصويره وكأنه كارثة على المغرب، في حين أن هناك تقارير مستقلة للبنك الدولي أو حتى الأمم المتحدة وبعض ما يتصل بها من هيئات يعني تعطي أرقاما إيجابية للمغرب في الأربع سنوات الأخيرة يعني؟ لا، اولا يجب ان نفرق بين ما يقولونه ما يقولونه مجموعه من المشاركين في النقاش في وسائل التواصل الاجتماعي وبين القرار السياسي للحزب. لا نخلط، لا نخلط الاشياء. القرار السياسي للحزب يعبر عن موقف في تحليل في دراسه لموقفه من التجربه الحكوميه، وعبرنا عنها وعبرنا عنه عن العمليه عن راينا في العمليه الديمقراطيه. اما فيما يخص المواجهة التي تهم بعض الأشخاص فهذا طبيعي جدا. الصراع السياسي تقوده شخصيات كاريزماتية، والشخصيات الكاريزماتية تكون دائما في المواجهة فتصب عليها النقاش، وهذا طبيعي جدا. كما هو في أوروبا أو في أمريكا يتكلمون عن كلينتون ويتكلمون عن ترامب، كذلك في العالم العربي طبيعي جدا. هذه الناس أدار الشأن العام. بالنسبة هل كانت يصفها البعض أنها كارثة، فهي كارثة في الحقيقة. ولا يكفي أن يكون تقرير البنك الدولي، لأن كثير من جاء في تقرير البنك نتفق عليه، والمنظمة
المنظمات الدولية التي تقوم بعملية حسابية في إدارة الشأن في المجال الاقتصادي نحن نتفق معه، لأنه ننظر إلى تأثير ذلك كله على المجال الاجتماعي، على الناس، على حياتهم اليومية. ونحن نعتقد بأن كثير من القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت وبالا على المجتمع ككل وعلى المؤسسات أو على المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال. وطبيعي جدا الناس أن يتجهوا إلى الشخصيات الكاريزماتية لأنه تعبير عن موقف سياسي وتمثيلية سياسية ينتقدونها من خلال هؤلاء الأشخاص. ثانيا المغاربة يتميزون بشيء نجده قليلا وهو السخرية السياسية. هذه السخرية السياسية لهم قدرات كبيرة، ولكنها في الحقيقة لا تطعن في الشخص بقدر ما هي عملية مزهة سياسية يجب أن يتحملها السياسي، لأنه قبل على نفسه أن يكون شخصية عمومية. أستاذ عبد اللطيف، نعم معك أستاذ عبد اللطيف وهبي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، نتمنى لكم التوفيق في هذه الحملة، شكرا جزيلا لكم على التواصل معنا. دكتور جواد أعود إليك الآن، قبل الرجوع إليك أنا أذكر المشاهد الكرام أنه الآن الساعة 6:00 منذ اللحظة يمكن التواصل معنا عبر أرقام الحصة للتعبير عن آرائكم ومواقفكم من الموضوع اللي هو الحملة الإلكترونية والمظهر الجديد للحملة الانتخابية إلكترونيا، أو الحديث عن الحملة الانتخابية بصفة عامة وعن الأحزاب التي ترغبون أو تريدون أنها تكون هي الفائزة. منذ اللحظة يمكن التواصل معنا، ستظهر الأرقام تباعا على الشاشة موجودة هي الآن، يمكن التواصل معنا. دكتور جواد، فيما يتعلق الآن بنقطة أشار إليها الأستاذ عبد اللطيف وهبي وهي مهمة جدا، كان في السنوات الماضية يبدو أن هناك عزوف للشباب عن الحياة السياسية وعن المشاركة، هل أعادت هذا النوع من الحملة الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هل أعادت إلى الشباب مسألة الاهتمام بالشأن العام وخاصة الشأن السياسي؟ أستاذ، لا يمكن أن نقول يعني من ما يلاحظ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كما أشرت ثالثا على أن هناك بعض الأعطاب البنيوية والهيكلية أمام يعني الفاعل الحكومي في تنفيذ سياساته العمومية، وبالتالي فهذه المعوقات اللي كما أشرت مرتبطة أولا بالمنظومة الحزبية وإشكالية إنتاج النخب المحلية، هناك يعني مسألة مهمة جدا بالنسبة للشباب وهو فقدان أحيانا الثقة بالنسبة لدى المنظومة الحزبية ولدى يعني السياسي. لماذا؟ لأنه يعرف على أنه هناك صراعات سياسية وعلى أن التنافس الآن تنافس عن المقاعد الانتخابية. فوز يعني الرهان الأساسي هو الفوز بالمقعد الانتخابي. ويمكن أن أقول لأنه أحيانا يتم استبعاد البرنامج لا يكون في المعادلة السياسية، يتم استبعاده. لماذا؟ لأن هناك محددات أخرى كما أشرت، هاجس الطرديات الحزبية، اللوبيات الانتخابية، يعني انتشار ظاهرة اللوبيات الانتخابية والترحال السياسي وتوظيف يعني خصوصا يعني مسألة ديال إن صح التعبير يعني المال السياسي يؤدي إلى التشرذم وإلى البلقنة، إضافة إلى أنه هناك معوقات يعني من الناحية القانونية والتنظيمية. هنا أعطي مسألة مهمة جدا وهي مسألة نمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي. إذا هذه المعوقات القانونية تجعل أن أغلب الالتزامات بالنسبة الحزبية السياسية والاجتماعية بالنسبة للأحزاب لا تتماشى مع المطالب الاجتماعية الشبابية. واضح. قضية الشغل، قضية البطالة، قضية التعليمية. إذا كل هذه الطلبات لا نجدها. نعم. دكتور جواد عذرا، خليك ما أبقى معي، سأعود إليك. أرحب الآن بالأستاذ بن علي الصغير القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي. أستاذ بن علي الصغير، مرحبا بك. يبدو أن حزبكم كذلك من ضمن الأحزاب التي تستعمل هذه الوسيلة الجديدة في الحملة الانتخابية وهو وسائل التواصل الاجتماعي، كيف هو رد الفعل؟ كيف تفاعل معها الجمهور المغربي وخاصة الشباب منه؟ شكرا لكم مرة أخرى على دعوتنا للمشاركة معكم في هذه البرامج التي تهم انتخابات 7 أكتوبر البرلمانية، وهي التي ستحدد بطبيعة الحال مستقبل المغرب واختيارات المواطنين، هي أساسية وحاسمة بطبيعة الحال
في هذه المرحلة بالضبط بالنسبة للمغرب الذي يعرف وضعية اقتصادية صعبة ووضعية اجتماعية مهتزة تجعل من الأحزاب السياسية ذات المصداقية والتي لها برامج موضوعية قابلة للتنفيذ لابد أن تطرق جميع الأبواب وتتخذ جميع السبل في المنهج من خلال المنهجية المندمجة في التواصل مع المواطنين. وأظن أن التواصل الإعلامي وعبر الإنترنت هو التواصل الاجتماعي هو أساسي ومحدد أساسي لفئة هامة من المجتمع، والمجتمع المغربي جزء كبير منه هم شباب، وهذه الآلية هي آلية التواصل بامتياز. لكن ما في الأمر هو أن هذا التواصل إن لم يكن مدروس ومضبوط من حيث التعليلات ومن حيث توضيح وجهات النظر يؤثر بشكل سلبي، قد هو سيف ذو حدين. إن كانت هناك، لأن تجاوب المجتمع عبر هذه الوسيلة هو تجاوب سريع، رد الفعل قد يكون إيجابي ويكون سريع، ورد الفعل قد يكون سلبي ويكون سريع كذلك. لذلك نحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دأبنا على دراسة الموضوع من كل الجوانب، والتزمنا بخطاب موضوعي يمكن الحزب من إيصال أفكاره وبرنامجه بشكل يتجاوب مع متطلبات سيد بن علي التواصل الاجتماعي. أستاذ بن علي صغير، يحترم الذكاء المواطنين. أكيد أستاذ بن علي صغير، لو سمحت أطلب منك ومن الدكتور جواد الرباع الانتظار معنا لحظات، نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود مباشرة لتلقي الاتصالات من المتابعين في المغرب ومن خارج المغرب والمهتمين بالشأن الانتخابي. أهلا بكم مجددا، أشرع مباشرة في تلقي الاتصالات. أستاذ بن علي صغير أرحب بك وأبقى معي، الدكتور جواد كذلك أرحب بك وأبقى معي، سأعود إليكما بعد لحظات بعد أن أتلقى هذه الاتصالات. عبد الكريم من مراكش، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. يا أخي بغيت نقول لكم، واخا كنت دخلت من قبل، بغيت نقول لكم شكرا. بارك الله فيك. بغيت نقول لكم على واحد الظاهرة شفتها في هاد الانتخابات اللي كيتكلموا على أسلمة المجتمع المغربي. هذا غريب. واش المغرب ماشي مجتمع مسلم؟ طبعا مجتمع مسلم. نعم. الإسلام المغرب. نعم. واش كانوا والدينا وجدودنا ما مسلمينش؟ كانوا كيصليو وكانوا كيصوموا وكانوا كيصليو الصبح والظهر و واش كانوا متشددين؟ لا أعوذ بالله ما كانوش متشددين. وأنا كنشوف بأن كيتكلموا بطريقة ديال اليمين المتطرف. فرنسا هو الذي يتحدث على إسلامة المجتمع الفرنسي الكاثوليكي، أما المغرب فهو مجتمع مسلم معتدل أراضاه وكرهه. نعم واضح. أما بالنسبة للعدالة والتنمية، أنا كنظن بحكمي أنا ساكن في الدول الاسكندنافية منذ زمن طويل، كنشوف بأن العدالة والتنمية ومع التحالفات نتاعها كتشبه السوسيال ديمقراطية اللي كاينة في الدنمارك ديال أنكر يونسن ولا ديال أولوف بالم في السويد. كاين واحد التشابه. نعم. ماشي وصلوا لديك هذوك، راه وصلوا لديك هذيك الوضعية مئات السنين، ولكن كنشوفوا في العدالة والتنمية بصراحة نتاعها وبالتدخلات نتاعها بمحاولة إصلاح المجتمع المغربي، كنشوفوا فيه شوية ديال السوسيال ديمقراطي. واضح. عبد الكريم بارك الله فيك، شكرا جزيلا. طارق من وجدة الآن. طارق. ألو. ألو. تفضل يا طارق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أتمنى لك الشفاء العاجل إن شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا لك أخي، مرحبا. شكرا، بارك الله فيك. أخويا واش نقول لك، الحمد لله الأمور مزيانة، الانتخابات الحملة الانتخابية يعني تمر ب يا طارق نزاهة كلش. طارق. نعم. هل تتابع أنت الحملة الانتخابية في وسائل التواصل في وسائل التواصل الاجتماعي؟ نعم، أنا مواطن مقيم في بلجيكا. أي قصدي في عبر وسائل التواصل الاجتماعي هل تتابعها؟ لا نعم طبيعة الحال، ولكن الآن يعني في زيارة خاصة للمغرب من اجل قضاء العطله، ويعني جات مع الحمله الانتخابيه هذه ونتابعوا يعني في الناس واش تيقولوا. يعني نهضر معك بكل صراحه اخي الكريم،
هناك تقريبا إجماع على أن العدالة والتنمية يجب أن يبقى في الحكومة. هذا هو يعني الأساس. يعني هذا انطباعك أنت، هناك ناس آخرين لا يريدون البقاء يعني. نعم، في الشارع، في المقاهي، في المساجد، كل الناس تتحدث عن هذا الشيء، على أنه العدالة والتنمية يجب أن يبقى من أجل مواصلة الإصلاح. واضح يا طارق، بارك الله فيك. الأخ طاهر من تازة. طاهر، انقطع التواصل مع طاهر. دكتور صلاح، دكتور جواد الرباع، يعني نحن من خلال الاتصالات التي نتلقاها منذ يومين أو ثلاثة الآن من داخل المغرب خاصة وحتى من خارج المغرب، يبدو الأخ طاهر من تازة لم يرد. السلام عليكم. وعليكم السلام، طاهر موجود، تفضل. سيدي تبارك الله عليك يا سيدي، وعلى بارك الله فيك يا سيدي. شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لكم يا سيدي، الله يحفظك. هذا واحد إذا السيد كي في العمر ديالو كيتجاوز 70 سنة. تبارك الله ما شاء الله. الله يبارك فيك، الله يحفظك، الله يسترك. يعني أنا كنشوف فيه هاد الناس حتى فرق في العالم الإسلامي، ها المسلم، ها العلماني، هكذا. يعني واش حنا النبي ديالنا بوحدنا وهما النبي ديالهم بوحدهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أعوذ بالله من قلت أنا هذا دابا اللي كيناقشوكم هذا بهذيك ما يعرفوش الأصل ديال الأحزاب. الأحزاب شحال كانوا في المغرب وشحال كانوا في يامات الحماية وشحال كانوا في المغرب. وأنا بصفتي أنا كنت من الشبيبات الاتحاد الوطني للقوى الشعبية. نعم. بن بركع. نعم أسي. أنا كنت كنفرق أول جريدة اللي تصدرت في المغرب المحرر. ولكن يعني عشنا، مشاو المناضلين ماتوا الله يرحمهم، كذا بقينا مع هذا الجيل هذا ما عرفنا كيف نتمشاو معه. يعني يسحب المصالح. وانا يعني في النظر ديالي انه الحزب الواحد اللي في هذه الساعه هذا هو العداله والتنميه. واضح، واضح جدا. نعم عمي طاهر، شكرا لك، بارك الله فيك على المشاركه. الاخت عائشه من الرباط الان. عائشه. الو. تفضلي. نعم. مرحبا، تفضلي اختي. شكرا. حتى انا يا الحزب الوحيد اللي غادي ننتخب عليه ان شاء الله هو العداله والتنميه ان شاء الله. ان شاء الله غادي يربح ان شاء الله. علاش يا عائشه؟ لماذا؟ علاش؟ شفنا فيه داك الشيء اللي ما كانش، اللي ما كناش، داك الشيء اللي ما عمرنا ما شفنا زعما، وراجل شجاع وكيبغي بلاده وبحالنا حتى حنا كنبغيو بلادنا. هو رجل شجاع، رجل مزيان، ورجل طيب، رجل طيب. وهذاك الشيء علاش انا يا غادي ان شاء الله انا وليداتي غادي ننتخبوا عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا. طيب استاذه خالتي سيده عائشه، بارك الله فيك. لحظات ثم اعود مره اخرى لتلقي الاتصالات، اخذ تعليق لضيوفنا الكرام معنا من المغرب الاساتذه عبر الهاتف، ثم اعود مباشره لتلقي الاتصالات. الدكتور جواد الرباع، اود منك تعليق على هذه الاتصالات اليوم ولا حتى بالامس التي معظمها تقول انها ترغب في اعاده انتخاب العداله والتنميه. طبعا هذه اتصالات حرة، كل واحد يتصل ويقول رأيه، هناك البعض لكنه قليل يريد غير العدالة. لماذا شبه هذا الإجماع يعني على الأقل في هذه العينة البسيطة يعني على حزب العدالة والتنمية؟ ما الذي قدمه؟ ما الذي فعله؟ وفي الخصوص يعني التجربة الحالية، هناك يعني يجب أن نميز بين فئتين على مستوى يعني على مستوى المحددات السلوك يعني الانتخابي المغربي. هناك طبعا يعني الفئة يعني النخبة يعني المتوسطة، وأكيد بأن ستكون لها يعني مواقف أخرى غير تلك المواقف. وهناك المواقف يعني للطبقة، يعني خصوصا الطبقة الكادحة إن صح التعبير في المجتمع المغربي، اللي طبعا يعني لها يعني تمثلات نحو الناخب، اللي ربما اجتهد العبارات ديال يعني عبارات المعقول وعبارات يعني اللي هي كما أشرت على أنه هذا الإنسان ماشي كذا، ماشي شفار، على أنه إلى غير ذلك. إذا يعني حاولنا أن نقف نجد فئتين، فئة مرتبطه بهذا يعني النخبه المتوسطه والتي اكتوت مجموعه من خصوصا المخططات يعني على مستوى يعني الموظفين، ثم كذلك على مستوى النخبه المتوسطه وخاصه الطبقه المتوسطه التي ربما سيكون لها طبعا راي اخر. وهناك كذلك كما اشرت يعني النخبه
النخبه يعني احيانا التي تعتبر على انه هناك مجموعه من الاصلاحات الاجتماعيه البسيطه الطفيفه جدا. ولكن على العموم الاستاذ، على انه اذا قلنا الجو العام والمناخ السياسي العام هناك اشكال كبير. صحيح لا يمكن ان تكون هذه التصريحات وخصوصا التي سمعناها ان تشكل يعني بالنسبه لنا استطلاع للراي لمعرفه المحددات السلوك الانتخابي في المغرب، ولكن كما اشرت على انه لا زال يعني التصويت على الاشخاص يعني هو المحدد. التصويت على الاشخاص بدل البرامج، واحيانا كما اشرت يتم استبعاد البرامج. لماذا؟ لانه الطلبات ديال الناخب المغربي عنده طلبات اخرى اللي هي اجتماعيه ومعيشيه. واضح، شكرا جزيلا لك. دكتور جواد الرباع الباحث في العلوم السياسيه كنت معي من مراكش عبر الهاتف. استاذ بن علي صغير، اعود اليك في تعليق على هذه الاتصالات، اود منك كذلك تعليق يعني لماذا الكثير يعني يتحدث بايجابيه على الحزب الحاكم الحالي اساسا العداله والتنميه؟ الكلمه الكثير تبدو قويه جدا. انا اشاطر ما جاء بالدكتور من تحليل، لان الحقيقه غير ذلك. يجب عادة كانوا لدينا علماء في علم الاجتماع وكان الاشتغال الكبير في هذا المجال يرصدون تحولات المجتمع وسلوكاته. للأسف في السنوات الأخيرة قل عطاء هذا المجال إلا القلة القليلة من المفكرين والاجتماعيين الذين يساهمون في تطوير وفي رصد تحولات المجتمع. لا يمكن أن يتم إسقاط هذه الآراء على القاعدة العامة لاعتبارات متعددة. من يفتحص حصيلة الحكومة الحالية من مؤشرات أساسية لابد أن يكون موقف غير ذلك، وهذا ما تعبرت عليه الطبقة المتوسطة وكذلك الموظفين والمستخدمين بصفة عامة الذين اكتووا بنار الزيادات واكتووا بالاقتطاعات وتوج هذا العمل الذي يذهب في اتجاه معاكس لمصالح هذه الطبقة خاصة فيما يتعلق بالتقاعد. أروني في العالم بإثره نظام تريد إصلاح، أن تسميه إصلاح ترفع من سن التقاعد. طيب، المغاربة مستعدون للمساهمة، ترفع من نسبة المساهمة، المغاربة مستعدون للمساهمة، فكيف تقلص من منحة التقاعد لدى المتقاعدين؟ على العكس من 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 أولئك الذين هم اليوم في وضعية التقاعد يتقاضون منحتهم طبيعية وعادية دون نقصان. ساركوزي كان تقدم بفكرة أن تعمل أكثر وتتقاضى أكثر. اليوم لنا حكاية معاكسة، أن تعمل أكثر وتتقاضى أقل. لا بد من ردة فعل فئة مجتمعية. وخاصة أن المغرب الطبقة المتوسطة اليوم أدت الثمن. هذه واضح جدا. إن كنا نسميها إصلاحات سيد بن علي الصغير، ولكن هذا لا يمنع بأن المغاربة لهم الحق. نحن نناقش البرامج. نحن في الاتحاد الاشتراكي لا نحكم على آراء الناس هكذا. نحن نتقدم ببرنامج طموح يمكن من تقديم إصلاحات. واضح جدا. وكما قلت في المرة السابقة إن سمحتم، كل انتقاد له إجراءات عملية لإصلاح الوضعيه. طيب سيد بن علي صغير، لا يمكن اسقاط هذه المساله على الراي العام الوطني بصفه عامه، ولنا في نتائج 7 اكتوبر ان نتبين الموضوع في هذا الجانب. اكيد. استاذ بن علي صغير، نتمنى لكم التوفيق في هذه الحمله الانتخابيه وفي الانتخابات بصفه عامه القياديه في حزب الاتحاد الاشتراكي. كنت معي من الرباط. مشاهدي الكرام، نستأذنكم دقائق معدودة جدا لفاصل قصير ثم نعود لنبدأ تلقي الاتصالات إلى نهاية الساعة 7، فلا تغادرون.
أهلا بكم مجددا دون إطالة إلى وجدة والأخ محمد من هناك. مرحبا محمد. محمد شكرا لقناة المغاربية على الله يبارك فيك. يعني تناولها المشهد السياسي بالمغرب بخلاف القنوات الوطنية التي تظل يعني أول المغيبين. بالنسبة لأخير المداخلة ديالي بشكل مختصر بالنسبة للمشهد السياسي بالمغرب يعني ومبلقنا وضربت الأحزاب أحزاب الحركة الوطنية التاريخية ضربت وتم إضعاف الأحزاب السياسية واحتكرت يعني المؤسسة الملكية وما يحيط بها ومحتكر الاقتصاد والسلطة احتكروا السلطة ويدخلون المشهد السياسي فقط للوصول إلى السلطة وتحسين الثروة وتحسين قنوات المنافسة وبل أكثر حتى يعني الوعي السياسي المفروض من الأحزاب السياسية أن يعني توصله وتمرره للمواطن يعني قنوات محتكرة قنوات الإعلام محتكرة يعني لا تكف عن الترويج للسلطة السياسية للنظام القائم لا تكف عن الترويج كذلك بالنسبة للتعليم كذلك هو محتكر بالنسبة للفاعل السياسي ضعيف مثلا في مثلا قدرة الفاعل السياسي على يعني اقتراح قوانين مثلا منصفة مثلا لمناطق ما وراء الأطلسي الغنية بالثروات بالمعادن مرورا يعني بوارفة فيها النحاس فيها المنغنيز بوعنان فيها الباريتين تغير فيها الغدة ولكن الجماعات المحلية والسكن المحلية لا تستفيد نهائيا وبالتالي السلطة يعني متمركزة محمد ولا يعني محمد يعني نعم من من الأحزاب المتقدمة المترشحة ترى أنها ربما تلبي رغبتك أنت كمواطن ورغبات باقي المواطنين أخي الأحزاب ضعيفة وابن كلا صرح ما من مرة بأنه ليس هو من يحكم بل من يحكم حاليا من يعني أتمنى أن يفوز هو العدالة والتنمية في انتظار يعني بعض الإصلاحات التي قام بها أنا بصفتي موظف واضح يعني أقبل أن يقتطع من أجري ولكن أتمنى ولاية ثانية حتى أني أرى إلى أين سيتجه ذلك هل سينعكس إيجابا يعني الدولة واضح جدا نوعا ما فهل سينعكس ذلك على المواطن. شكرا أخي محمد بارك الله فيك على التواصل معنا. عبدو من كندا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. سلام. أنا شوف خصنا ديما يكون التحليل يكون نسبي. نسبي على حسب المحيط الإقليمي. نعم. في إطراف العالم كله وقطاع بقطاع. إذا خدينا المحيط الإقليمي والربيع العربي نسبيا رحنا غادي مزيان. المحيط العالمي أنت كتشوف أوروبا. النمو الاقتصادي 0.1 1.1 احنا هاد السنة جات الحصيلة الزراعية ماشي هي هذيك. نعم. الأحزاب كلها ما غاديش نقولوا لا الكلام الخايب على كل حزب، الأحزاب كلها عندها دابا النية صالحة، حنا غنقولوا حنا النية صالحة. ولكن العدالة والتنمية وكنشكر بزاف أنا الحزب ديال الكتاب شنو هي السمية تاعو ديال التقدم والشراكية. التقدم والشراكية كان عنده واحد الحكمة باش دخل في التحالف. نعم. الحزب الآخر ديال الأحرار. هو دخل واخا المرة الأولى ما كانش باغي يدخل ولكن دخل. كاينين قطاعات الناس ما راضينش عليهم كالتعليم وكالصحة ولكن التعليم والصحة ميزانيتها كبيرة. ما كانش إلا لحنا روجنا المداخيل ديال الدولة اقتصادية. فالمصاريف ما كانش تكلموا على المصاريف ونعيشوا في الرفاهية وحنا ما عندناش مداخيل خصنا نقوي بعد الاقتصاد تاعنا. عاد نقدروا نهضروا على النفقات ولكن انا اللي كيأسفني وهو المؤثرين السياسيين بما فيهم الباحثين السياسيين ما كيوضعوش برامج وما كيعاونوش الاحزاب الباحثين حتى الاساتذه والباحثين السياسيين غير كينتقدوا حتى هما خصهم واضح جدا برامج عبدو على المغاربيه. شكرا لك اخي عبدو بارك الله فيك على المشاركه معنا. الاخ هوجر من قنيطره. اخ كسرني نسمع فيك جيدا مع تفضل اخويا. العداله والتنميه الحمد لله راه غاديه في الطريق الصحيح وهي ان شاء الله اللي غادي نصوتوا لها ان شاء الله. واش تقصد بالطريق الصحيح؟ ايوا راه غاديه نهار بدات زعما غاديه في الاصلاح الحاج الواحد اللي شو في المصيبه هنا بان فيه شويه ديال الضوء. واضح. أيوة شكرا. شكرا يا هوجر بارك الله فيك. من معنا بعد هوجر؟ الأخ حسن من بني ملال.
نعم. تفضل أخي حسن. أهلا وسهلا. مرحبا يا أخي. صباح بخير الحمد لله. لا بأس لا بأس الحمد لله. تفضل. نعم. أنت على الهواء مباشرة. مباشرة كنشكرك على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. والرأي ديالي هو يجب إسقاط هذه الحكومة ديال بن كيران. لماذا؟ حكومات العدالة والتنمية. لماذا؟ لماذا حسن؟ لماذا؟ لأنها قامت بإصلاحات على حساب الشعب. وخاصة الطبقات المتوسطة. تقصد التقاعد، سن التقاعد والمنحة؟ سن التقاعد وغيرها وصندوق المقاصة. صندوق المقاصة بخصوص موارد النفط، من المعلوم بأن فاتورة النفط قد انخفضت نظرا لانخفاض سعر هذه المادة. إذا الأموال ذاك الفارق يعني نقصت الفاتورات بأكثر من النصف. إذا ذاك الفارق اللي في الميزانية هو باش يقدروا يسويوا به الأزمات اللي كاينين، إلا كاينين في صندوق ديال التقاعد أو غيرها، بدل من أسميتو من أسميتو نقص أجور ديال الموظفين. ومن المعلوم بأن أي موظف واضح حسن يسير أكثر من 5 طيب. أفراد. نعم حسن بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا. يوسف من وجدة الآن. ألو السلام عليكم. سلام يوسف. كيفك دايرين؟ كلشي بخير؟ الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله خويا، أنا كنت مصنط لهذا الشيء. واش رايك كتقولوا؟ أنا نشوف بعد بالك الاتحاد الاشتراكي اللي راه مقبل ويهضر، راه في الشعب المغربي ما يآمن بهذاك السيد، هذاك أكل الحزب أكل على يد بعض، ما بقيت والو. دروك يتاع المغرب كان يآمن بهذ العدالة والتنمية، بهذ الخمس سنين التالية ما دار والو، فهاد العدالة والتنمية ما دار والو للشعب. نعم. سي لي جون دروك دروك هاد لي جون تاع اليوم ماشي تاع البارح، هادو راهم تاع الانترنت دروك. مابقاوش يثيقوا بهذيك الهضره الخاويه تاع الاتحاد الاشتراكي من قبيله، بقى يهضر غير وحده ما فهمنا. دروك هاد لي جون دروك خصهم الملموس، الهضره الخاويه راه شبعوا منها وما داروا والو. كذوب الكذب عليك، هادو كاملين الاحزاب تجمعهم خطره وتجمعهم كامل، والله واحد ما يخرج لك نقي، بنادم نقي يخدم الشعب. ما كانش اللي يخدم الشعب اخويا، ما كانش يخدم المصالح ديالو. هادي ولد الشعب راه يهضر معاك، راه ما كانش اللي كيوصل تماك باش يخدم الشعب، كيضرب على المصالح ديالو الاخ ديالي. واضح. والشعب والشعب مل، بنشوف واحد الانسان كيجي كيعرضك العشاوات وكيعطيك الفلوس، هذا تستنى منه شي حاجه؟ ولا بقى يكذب عليك يمشي ياكل لك البصاره، ولا ياكل لك مع يمشي ياكل لك مع الفقار، اضرب بالك لك تاكل الهديه وتاكل البصاره وتاكل الحريره مع الشعب، في كل هذه 5 سنين. واضح اخويا، واش كذب عليك؟ ما اذا كان شي حاجه غير ما نعرفو صافي. واضح يوسف. الاحزاب الاخ ديالي والله اخويا تجمعهم كاملين، والله واحد ما يصلح. واضح واضح، شكرا شكرا لك يا يوسف، هذا رايك. سعيد من بني ملان. السلام عليكم. سلام يا سعيد. خويا انا عندي عمري 50 عام. الله يبارك. ومع عمري ما صوت على شي حزب. ولكن دعم غادي نصوتوا على العداله والتنميه. اه علاش؟ لماذا؟ انا صنا في الراحه ديال معقولين. لا في الكلام ديالهم، لا في الوعود ديالهم، انما دخلوا على الحكومه وصابوا بزاف ديال المشاكل بها، بزاف ديال الديون، بزاف ديال المشاكل، ولكن غادي نقوا شويه بشويه. نتمنى ان شاء الله غادي نصوتوا عليهم بحزم وبكل راحه. واضح يا سعيد، شكرا لك يا سعيد. الاخ حمادي من مرسيليا الان. مرسيليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا على الاستضافه بارك الله فيك. وشكركم بزاف على هذا. شكرا لك انت على الاتصال بنا كذلك. الله يحفظكم، واش نقول لكم؟ الله يحفظكم ويزيدكم الله يطلبكم. شكرا. انا غادي نشارك معكم في هذه الحصه هذه ديال هذا الاحزاب هادو. يعني انا مع هادو اصحاب التنميه كما نقولوا حنايا. نعم 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 محمد واصل. يعني من شويه تغيرت الحاله، يعني من اللي كانوا هاد الناس هادو، من اللي جاوا هاد الناس هادو كمان شويه تغيرت شويه الحاله في المغرب، ما بقاش فيه نقصت شويه داك الفساد وداك المشاكل. نعم.
في الوقت اللي كنا عشنا فيه واحد زمان كان الفساد يعني كان قاعد على الطريق يا اخويا، واش غادي نقول لك يعني كان قاعد على الطريق معقول يعني كان انسان يلحق الديوانه كتبقى تكماسي من الديوانه كتولي مشاكل كبيره فيها الرشوه فيها بزاف الفساد. واضح واضح حمادي، شكرا لك يا اخي حمادي بارك الله فيك، شكرا لك، سامحني على المقاطعه لانه في اتصالات كثيره بارك الله فيك. الاخ هشام من محمديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي اول تحيه للقائمه المغربيه والطاقم. الله يحييك. اول حاجه انا نقول لك انا في حياتي ما عمري ما صوت، حياتي كامله عمري ما صوت. هذه اول مره، اول مره اول مره نويت نصوت. لاش الحاجه واحده هي انني قلت ان شاء الله نصوت ضد حزب العداله والتنميه. لانه صراحه في عهد هذه الحكومه هذه عالمه بزاف. من ابسط الاشياء اننا تصور ان ثمن البترول في الاسواق العالميه انخفض وحنا في المغرب الان كنديو الثمن ديالو اغلى من اوروبا. هذه من ابسط الامثله. نعم. والمثال مثلا اليوم امس كانت مظاهره الاساتذه المعطلين في الشوارع. يعني كما كنقولوا حنا بالمغربيه كلاو العصا. ايه ضربوهم يعني. المدارس عندنا المدارس عندنا كيعانوا الاكتظاظ واربع وخمسه اطفال في الطاوله. هذه المدارس الشعب يعني الطبقه الكادحه. وفينا هي هذه الوعود يعني هذا بكير اللي كان كيوعدنا. وكنت انا من المساندين ليه رغم اني ما كنصوتش كنت كنساندوه وكان الناس اللي كيصوتوا كلهم يشجعوا ويساندوه. يعني بالوعود الكبيره ثم خطا الجبل فهو هذا صار. واضح. شكرا. الاخير حارب الميكا. شكرا شكرا اخي هشام بارك الله فيك. الاخ سعيد من مكناس الان. يا اخي عن اي انتخابات نتحدث؟ ان كان كل الانتخابات وكل الاحزاب هي بيد القصر. كل البرامج اذا اراد القصر. فعن اي انتخابات وعن اي احزاب يمكن ان نتحدث؟ يستحيل ان نتحدث اي رئيس حكومه. اي لا. رئيس حكومه لا يمكن ان يطبق اي برنامج الا باذن من الملك. اي برنامج لا يمكن ان يمر الا باذن من الملك. فعن اي انتخابات يمكن ان نتحدث؟ هل نكذب عن انفسنا؟ طيب يا سعيد سعيد ايش المشكل لانه يبقى في توافق وتنسيق بين رئيس الحكومة وبين الملك؟ أين المشكل يعني؟ أي تناسق أي برنامج يستحيل تناسق. أتعرف الملك بيده كل السلطات برنامجه هو الذي يطبق. أي حتى لو أتت حكومة من الملائكة لا يمكن أن تنفذ أي إصلاح داخل المغرب. واضح. الحل الوحيد هو بما أن هل يستطيع حزب واحد في المغرب أن يناقش ميزانية القصر أو يلغيها؟ هل الحين الحل الوحيد للشعب المغربي هو أنه أن يعلن كما يعلن في الشوارع نحن غير ممصوتينش لأننا لم نعد نؤمن بمهزلة ما يسمى الانتخابات التي تعطي شرعنا للاستبداد. هم يقولون التحكم هو ليس تحكم بل هو استبداد في القرار السياسي داخل المغرب. واضح سعيد شكرا جزيلا لك. لكن تبقى دائما المشاركة من أجل التغيير البطيء أفضل من الانقطاع عند كثير في الرأي الآخر. طبعا هناك رأي يدعو إلى المقاطعة لكن هناك رأي يقول نحن نشارك ولو بجزء قصير قليل رويدا رويدا تتحسن الأمور. ويبدو أن الأمور حتى في المغرب رويدا رويدا أفضل من كثير من الدول خاصة الدول المحيطة. شكرا لك مرة أخرى سعيد. مصطفى من مراكش. خيثاني تحياتي إليك وتحياتي للطاقم التقني وتحية للمشاهدين الكرام. الله يحييك مرحبا. خيثاني شوف هذه الحكومة احنا مع العدالة والتنمية وعاتت الكثير لهذا البلد. وحنا عرفنا حفنا هذه الحكومة ديال العدالة والتنمية جات عراقيل. العراقيل شريسة من المعارضة حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة وبعض الأحزاب الآخرين. ونحن مع العدالة يا أخي سمير. وهذه العدالة والتنمية احنا ما كناش عفوا المريحية كيهزوا المرضى من الجبال ومن القرى ويذهبوا بها إلى المستشفيات. كانت المريحية في حزب في عهد الأحزاب تنقل المرضى فلان وفلان 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 الناس الكبار. وما الناس كنا يا أخي سمير
فهذا الاحزاب هادو كما يبغي ندفعوا غير لاكارت لاطوره اللي تعطيها لك الدستور وبالحقك يقسم بالله العظيم واعطيك 50 درهم لا تعطيها والمن غادي تشكي ما كانش من تشكي دابا الحمد لله ما بقيناش كنشوفوها في الظاهره هذه كان الاداره تدخل باحترام كاين شي تجاوزات شي تجاوزات ولا نقلال ماشي واضح واضح شكرا يا مصطفى شكرا يا اخي بارك الله فيك الاخ محمد من فرنسا الان محمد الو تفضل يا محمد الو تفضل انت على الهواء السلام عليكم وعليكم السلام اخويا انا مع ابن كيران علاش الاخر ابن كيران هو اللي عوض كل شيء هذاك داك الوجدي الى راه يسمع يقول له كي كانت وجده وكره اليوم انا من وجده نعم الو السلام عليكم يعني تحسنت وجده بزاف 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 النص واضح يا محمد بارك الله فيك شكرا لك على المشاركه معنا رجاء من يتصل معنا يحدثنا من التليفون ويبعد على التلفزه لانه فيه ديكالاج يعني ما ينتظر حتى يظهر اسمه ولا صوته في التلفزه يبعد على التلفزه ويحدثنا من الهاتف او ينقص الصوت التلفزه على الاخر بارك الله فيكم محمد من الرباط الو اخي سمير مرحبا يا محمد تفضل بخير عليك والله يشافيك بارك الله فيك اخي بارك الله فيك شكرا لك انا كما يقول لك الاخوان العداله والتنميه ما كتعطي الفلوس ما كتعطي الرشوه كتصوت هكاك الاخرين كيعطيو الفلوس وكيمشيو للناس وفي الزوير وفي كل شيء وخدموا على عيون الناس والعالم كل شيء شاهد يلا يشافيك يلا هذا الشيء اللي نقول شكرا لك يا اخي بارك الله فيك اخي محمد عبد العزيز من اسبانيا الان عبد العزيز كنحييك على هالبرنامج تفضل مرحبا وكنحيي الاخوان المشاهدين الله يحييك وكنعبر بالرأي ديالي نعم حتى انا يعني مقيم بمدينه باسبانيا حنا من نهار تلاحظ من كيران لقينا الراحه ديالنا يعني هذوك الناس اللي كيهضروا كيقولوا ديما كاين العداله والتنميه غالطين يعني انا بالنسبه للرأي ديالي اللي يعبر بالصوت ديالو يعبر مع العداله والتنميه اما الاحزاب الاخرين ما غاديش نقدر نفهم حتى شي واحد بشي حاجه بصح جابوا 30 سنه وهما يخدموا ما داروا حتى شي حاجه يعني واضح. الحمد لله يعني حتى احنا وصلنا للمغرب وعرفنا الديوان بقاو يعطيونا قيمه الشرطه بقات تعطينا قيمه المهم حسينا كمواطنين مغاربه وحسينا بواحد الراحه والحمد لله يعني كنتمنى المغرب يزيد لقدام انا واضح جدا حسيت المغرب زاد حسن في هذه السنين الاخيره طيب شكرا عبد العزيز بارك الله فيك محمد من فرنسا السلام عليكم وعليكم السلام خويا انا ان شاء الله نتمنى العداله والتنميه ان شاء الله يحكمونا هاد الخمس سنين الجايه باسكو الخمس سنين اللي دازت يعني المغرب تغير بزاف وحتى الاستثمارات ديال الخارج دخلوا للمغرب باسكو تلاقاو المعقول في هذه الحكومه هذه ونتمنى ان شاء الله العداله والتنميه يزيد هاد الخمس سنين ونتمنى المعارضه تكون معارضه يعني ايجابيه وما تدفعش كما يقولوا لهذوك النقابات ديالهم باش يديروا العصافه ضويضه وان شاء الله العداله والتنميه ديما ديما. شكرا يا محمد. احمد الان من بروكسل. الو السلام عليكم. سلام احمد. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك مرحبا. الله يشافيك. بارك الله فيك شكرا لك اخي. يا اخي زعما الصراحه انا كنت كنحسب بانه وصلنا شي شويه من الوعي ولكن مع الاسف والله مع الاسف وايشوفوا الحكومه اللي قبل هذه الحكومه اللي بدات لوطوروت من الاثنين سيد اليمني الى طنجه وبدات لوطوروت من مرشيد الى اكادير ومن فاس الى وجده و6000 كيلومتر فك العزله على العالم القروي هاد الناس هادو السيد اللي كيهضر على وجده شكون اللي صالح وجده كاين ثلاثه ديال المدن اللي كيتحكم فيهم حزب الاستقلال العيون وفاس ووجده
كان برنامج ديال الصلح. شوف الخدمه اللي كاينه في هذه المدن كلها خدمه وحده، انه كان اتفاق ما بين العمدات ديال حزب الاستقلال باش يصلحوا نفس المصلحه. ثانيا هاد الناس اللي في الخارج شكون اللي حيد لهم الروايه المعروك اللي كان الخطوط الجويه اللي كانت كتقطع لهم تحيد لهم الدم اللي رديناهم ولاو كيمشيو ب 20 30 اورو ماشي غلاب ماشي كريم غلاب. هذا الامتياز اللي موجود اليوم في المغرب ما دارتوش الحكومه اللي كانت قبل. هاد الناس شوفوا يشوفوا شحال تسلفوا ديال الفلوس كيسلفوا ويخدموا ما كينتجوش. ثانيا القنطره اللي 40 كيلومتر ما بين دايره بالرباط ما دارهاش غلاب. فاذا هاد الناس هادو خصهم يعرفوا على الاقل المصلحه بلادهم. الرميد الرميد كانوا الحكومه اللي كانت قبل كتسيد عامين وهي كتسيد المنطقه ديال بني ملال. هاد العمل الكورنيش في المدن ربط القطار بتوريره بالناظور شكون اللي دار هذه الخدمه؟ هذه ما داروهاش الحكومه اللي قبل. فانا كنظن بانه حنا كنا كنظنوا بانه الناس واعيه شويش. شوف ولكن مع الاسف مازال خصنا. انا طبعا ليس انا مسلم احمد والحزب الاسلامي ما كيمتنيش ان حتى انا مسلم وانا قاعده من حزب اللي المبادئ ديالو مبنيه على الاسلام. سي بن كيران بنفسه هو المدرسه منين تخرج من المدرسه ديال الوطنيين ديال الاسلاميين. فهاد المسائل احنا دابا كنقولوا بانه الشعب على الاقل يشوف المصلحه ديالو، يشوف الدواور اللي واصلت له من الطريق. احمد شكرا لك يا اخي احمد، بارك الله فيك، سامحني على المقاطعه، انه في ناس تتصل ان شاء الله غدا ولا بعد غدا تكون عندك فرصه اخرى. شكرا لك يا اخي احمد من بروكسل. ياسين من قنيطره. السلام عليكم. سلام ياسين. نتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله. بارك الله فيك اخي، شكرا جزيلا. وشكرا على هذا البرنامج الصريح اللي ما كنشوفوش عندنا في اغلب الاذاعات الوطنيه. نعم. تفضل. شكرا لك اخي، وعندي واحد التدخل عافاك. تفضل. احنا كنساندوا الحزب العداله والتنميه لان حزب شفاف وصريح، وكنبغي نوجه واحد الرساله خاصه لصاحب الجلاله نصره الله باش تكون ان شاء الله انتخابات شفافه ومصداقيه فيها. وشكرا لكم اخي. شكرا يا ياسين. من قنيطره نبقى في القنيطره، ادريس الان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير، وكنتمنى باش تفوت هاد الانتخابات ان شاء الله في اجواء يعني هاد وفي صالح المغرب ان شاء الله. نعم ان شاء الله. اللي بغيت نقول هو انه كما كيفهم الجميع على انه العداله والتنميه يعني كان المسار ديالها يعني مستحسن بالنسبه للاحزاب اللي فاتت، ولكن تنظن ان كاين قيود اللي ما كتخليهاش باش تكمل العمل ديالها كيف تبغى. هذا هو الواقع اللي كنعرفوا الجميع، هذا هو المهم اللي كنبغي نشير له، هو ان كما كاين التسلط على هذه البلاد والتحكم وكاين اداره خارج الاداره ديال الانتخابات ديال الشعب، كنظن غادي يبقى ديما الصراع موجود والغالبه ديما الناس اللي مسيطرين والحاكمين، وهذا هو الواقع. كما كيقول السيد عبد الاله بن كيران انه تماسيح وهذا ما قدرش عليهم، واعرين عليه بزاف متسلطين. هذا هو ختام الكلام، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اذا من معنا بعد ادريس يا شباب؟ يحيى الان، الاخ يحيى من وجده. مساء الخير سيدي. مساء النور سيدي، مرحبا. الله يبارك فيك سيدي، الله يشافيك بعد هي الاولى. بارك الله فيك يا يحيى، شكرا. سيدي شوف انا انتخبت مع العداله والتنميه في 2011، وعدنا السي بن كيران الله يذكره بخير، وعدنا بالتقاعد، انا عندي 63 عام. ما شاء الله، الله يبارك. واه دار التقاعد يروح ليه وللحكومه ديالو باش يخدموا غير 5 سنين ويديو 50,000 درهم في التقاعد. وانا خدمت مولا 12 عام، راه عندي 63 عام، 51 عام راه عندي تاع الخدمه، عندي 1100 درهم تاع التقاعد. وكذب علينا سيدي، قال لك ما يدخل حتى واحد مولاده، دخل ولاده هذه، دخل بنته هذه 6 شهور، دخلها تخدم، علاش دخلها 6 شهور؟
بس قبل ما يخرج الى خرج تكون مضفه وعاود قالنا كاع هاد المشاريع اللي راهم يقولوا لكم هما دارهم الملك الله يذكر الله ينصرو كسميته الرونو جابها الملك غير البارح جاب لنا البوينغ دارها الملك هو ما عندوش كاع خبر على البوينغ كان ينتهي بهذا والشعب مكلخ الشعب مكلخ واضح يعرف كان يعرف الملك يدير لنا الحكومه من عنده هو هادو كاع تنسيتي كذاب الله يسترك شكرا يحيى الله يشافيك شكرا يحيى بارك الله فيك يونس من القصر الكبير يونس الو السلام عليكم وعليكم السلام تفضل حياك الله استاذ كريم بخير الله يحييك بارك الله فيك الله يجازيك بخير اشكركم على هذه البرامج القيمه والجيده في حق المغرب والمغاربه جميعا نعم تفضل كنحيي بعد العداله والتنميه على الاصلاح اللي قامت به وعلى المجهودات القيمه الجباره اللي قامت بها في هاد 5 سنوات وكذلك يعني كنحيي كنحث المغاربه كاملين جميع المغاربه باش يصوتوا على العداله والتنميه لان حرب لان هذا الحزب هذا الذي تشم فيه رائحه الاسلام خلافا من يحارب الاسلام وهكذا جزاك الله خيرا شكرا يونس مصطفى من مكناس الان مصطفى تفضل اهلا وسهلا سيدي ماذا اقول لك اقول لك هنا اسرار في السياسة المغربية فجميع الناس يقولون أن العدالة والتنمية لن تجعل للمغرب شيئا ولا ليكون لها شركة شيئا ولن تعمل شيئا فهناك الأسرار هناك المغرب مرهق فالمغرب مرهق مرهق جدا والجزائر مرهقة مرهقة جدا يتعاندون في شراء الأسلحة على ظهر الشعوب فعلى ظهر الشعوب نسوا تنمية بلادهم فنسوا أي شيء فالأسراف المهم المال الطائق الملايين من الدولارات هناك تعاند قوي ولذلك فالسياسة الجزائرية مرهقة والسياسة المغربية ولذلك فإن كل الناس هنا في المغرب يعرفون ذلك والقليل منهم يشم بانكران والمال مصطفى يبدو انقطع به الاتصال مصطفى من فرنسا الآن أخي. وعليكم السلام مرحبا يا أخي باغي ندير واحد التدخل قصير في شوية خويا الانتخابات هذه ديالنا العدالة والتنمية هو حزب في الحقيقة تغير بزاف الحوايج عندنا في البلاد بزاف الحوايج تغيرات لا من الرشوة لا من حتى السلوكات السياسية في البرلمان تغيروا بزاف الحوايج دابا المعارضة عندها انتقادات لا تخدم الانتقال السياسي معارضة عندها حسابات شخصية مثلا نعطيك انا اكزامبل في البرلمان كيكون عندنا تدخل برلماني فهو على غرار ما يحاول يحل واحد مشكلة اقتصادية مع شي حاجة يتخذوا نهج آخر وهو سلوكات شخصية حل مشاكل شخصية بيناتهم وأنا كنشوف الحقيقة العدالة والتنمية هو حزب ملائم للمغرب في هذا الاكروسونس اللي كاينه دابا واضح العدالة والتنمية هو الحزب الذي يلائم السياسة المغربية لحد الآن واضح شكرا. مصطفى شكرا لك مصطفى محمد سالم من فرنسا الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شفاك الله أخوي بارك الله فيك أخي شكرا يا أخي أول شيء أن أقوله أن نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل أن هذا البلد اللي هو المغرب آمن يا رب لك الحمد وهذا بفضل نعم. الله ومنه فهذا كل اللي الآن قايمين به في العالم ينظر إلينا ويسمع في هذا التلفاز الحمد لله المباشر المغربية نعم. يبشر بالخير ويبشر بأي خير هو أن الحمد لله أن الآن الأحزاب تتقدم إلى هذا الشعب العزيز اللهم لك الحمد وكل واحد ببرمجه وبالبرامج الذي هي تحصل على الناس وتعرض على كل الناس فعلى المغاربة أن يكونوا أذكياء ما دام الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه الفرصة حتى يغتنموها فيغتنموها بأحسن الناس الذين هم يصلحوا للبلاد وللعباد فالحمد لله هذه الفرصة لا تؤخذ
يعني بالقوة، بل تخد يعني بهذه أولئك الناس اللي أعطونا هذه الفرصة، فجزاهم الله عنا خير. واضح. فأنا لست مع بن كيران ولا مع فلكان ولا على واحد آخر، ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل المغرب يعني آمنا، وأن ينصر الملك ويجعل له إن شاء الله من الصحة ومن الخير. شكرا شكرا أخي محمد، شكرا لك، بارك الله فيك. إدريس من فرنسا الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم وعلى الطاقم. المهم أنا فرح جدا كاختصاصي في الإعلام. أنا من مواليد مدينة القنيطرة، على رغم نعطي واحد شوية التدخل ديالي. أنا بالنسبة لي جاءت العدالة والتنمية لملء فراغ، ولكن قال له إن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه الرقعة، هذا الحزب كسب تجربة كبيرة بمساندة من القصر، أتمنى أنها ستصل إلى النضج وبالتالي إلى الديمقراطية. هذا من جهة. من جهة أخرى ستين كريتيك هذه بالنسبة للرموز، الجرار، المصباح، الميزان، هذا لا يعني شيء. في اعتقادي إعطاء فرصة لهذه الناس كتبوا تجربة 500. إحنا أنا نعقل على حزب اشتراكي جالية صغير مدينة القنيطرة، جاء من البيضاء، كان غير محامي، انتخب وذهب ولن يعود. حرام هادشي، الناس خليهم يلاه بداو. واضح. مزيان، سي تربيان، سي تربيان، شت واحد التقدم على جميع المستويات. نعم وهذا جميل جدا. إدريس شكرا جزيلا لك، عذرا عن المقاطعة لأن الوقت فعلا انتهى، بل ربما تجاوزناه بقليل. إن شاء الله غدا وبعد غد كل هذا الأسبوع الخطوط مفتوحة للجميع لإبداء رأيهم حول ما يحصل في المغرب من حملة انتخابية. نسأل التوفيق للجميع، الأحزاب وكذلك المشاركين المواطنين، لأن المغرب يحتاج أن يقدم نموذجا مختلفا عما يحصل في دول عربية وإسلامية أخرى. إلى أن نلقاكم في موعد جديد، دمتم في عائد الله، والسلام عليكم ورحمة الله.